ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم ارحم اهل البقيع، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونجهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مدخلهم واحسن مثواهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل جلدهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحم اقاربنا واهلنا واصحابنا وكل من وسقته في الدم في هذا البقيع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل البقيع، اللهم اجعلنا من اهل البقيع، اللهم اجعلنا من اهل البقيع. اللهم ارزقنا شفاعة ومرافقة نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم كما